يا ريت انك انت تطبخين مثل هالطبخ. وش قصدك يعني؟ ان انا ما اعرف اطبخ؟ مو تعرفين اقول يعني يا ليت عشان يعني نوع من التنوع بس. لا انت تقصد ان انا ما اعرف اطبخ. لا والله يعني والله يعني والله العظيم ما كان قصدي الا ان التنوع. يعني انا طول هالعشره وهالسنين والعيال والحاله ما اعرف ادخل المطبخ، ما اعرف امسك حتى شوكه ولا سكينه. لا مو ما تعرفين تمسكين شوكه، انا اقول لك نوع من الاكل، نوع من التنوع. وش اللي بعد بعد تناظر وراك تشوف البنات اللي جالسين كذا ما من مالي عينك انا ولا وش فيه؟ اكسر الشرط يا بنت، وش اللي يكسر الشرط؟ قول لي ما اعرف تناظر ذاك الصوب وش فيه؟ لا تتقعدين تفضحينا. لا تمسك ايدي انت صاحيه انت، هذا هذا التصرف، اقعد انا اناظر وانت معي، هذه هذا وحده وحده ما هي صاحيه، واحده مريضه. والله العظيم والله العظيم تحجيني حالي كمان بعد تقولي مريضه؟ اقول لك مريضه طبعا. انا مريضه؟ طبعا مريضه. انا مريضه؟ اي مريضه اللي تتكلم على زوجها وياها. شلون انا مريضة؟ شلون انا مريضة؟ اذا انا مريضة ليه طلعت معي؟ ليه جيت معي؟ انا مريضة. قلت لك ارجع مكانك. ارجع مكانك. ارجع اقول لك. والله العظيم اسف. ارجع. والله اسف. ارجع. والله ارجع بس. ارجع. ليه ما ترجع؟ انزل. انا مريضة. انا تقول عني مريضة؟ انا مريضة. انت اللي قلت عني.